اليونايتد يواصل المعاناة وبيخسر من نيوكاسل لتالت مرة على التوالي هذا الموسم في مباراة غريبة وعجيبة. مانشستر يونايتد بيواصل فيها نزيف النقاط ويواصل فيها الرعونة وعدم الحضور الذهني وعدم الحضور الفني، وتين هاج بقى بيتفرج واللعيبة مستوى وحش في الملعب، ولا في خطة ولا في تكتيك ولا في أي شيء. لك أن تتخيل إن مانشستر يونايتد خلال التسعين دقيقة ولا خلال المية دقيقة ما شاطش شوطة على المرمى. في حلقة النهاردة هنتكلم عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، أو القمة التانية بعد يعني ماتش سيتي وتوتنهام اللي هيتلعب بكرة. بس قبل ما أخش في أي حاجة، انزل اعمل لايك لو أول مرة تشوفني، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الانجازيه. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل. عارف ان الموسم دون ما اتكلمتش على مانشستر يونايتد خالص خلال 14 جوله وخمس جولات في التشامبيونز ليج، ما اتكلمتش على مانشستر يونايتد، لكن خلاص حان وقت الحديث عن مانشستر يونايتد. اليونايتد انا مش فاهمه، انا مش فاهم هل ده الفريق او هل ده المدرب اللي كان موجود الموسم اللي فات؟ تحس ان مانشستر يونايتد بدل ايريك تين هاج، مشى ايريك تين هاج جاب ايريك تين هاج جديد. مش ده المدرب اللي خلانا الموسم اللي فات نقول اه ده شكل اليونايتد ممكن الموسم الجاي ينافس على الدوري؟ يعني ايريك تين هاج الموسم اللي فات عمل موسم كبير وعمل موسم مميز جدا وكان شكله كويس، فانت السنه دي حاجه غريبه جدا. حد يقدر يقول لي النهارده ايه التكتيك او ايه الجمله اللي بيستند عليها ايريك تين هاج في مباراه النهارده؟ مفيش. عصام الشوالي قال كلمه حلوه قوي وعجبتني جدا جدا جدا. انت بتدافع وانت ما عندكش دفاع، انت بتدافع وانت ما عندكش دفاع. طب سيبك من التكتيك وسيبك من طريقه اللعب وسيبك من كل ده، اصلا ايريك تين هاج بادئ الماتش بتشكيل غلط. هتقول لي معلش اصل عنده غيابات وعنده اصابات وعنده حكايات، ماشي يا معلم انا متفق معاك في كل ده ان ايريك تين هاج عنده غيابات، بس في نفس الوقت انت عندك بدائل للغيابات دي. قول لي النهارده ليه يلعب بدالوت من ناحيه الشمال باك شمال ويدخل لوك شو قلب دفاع وهو جنبه على الدكه لندلوف وفاران وريجليون كمان؟ كنت ممكن عادي جدا تلعب فاران او لندلوف جنب ماجواير وتلعب بلوك شو باك ليفت عادي جدا، وان بيساكا باك رايت او دالو باك رايت. طيب سيبك من حته الدفاع، غلط في الدفاع، تيجي في نص الملعب جنبك على الدكه سفيان مرابط، تلعب كوبي ماينو في سان جيمس بارك ضد نيوكاسل ازاي؟ الولد كويس، كوبا ماينو كويس وقدم ماتش كويس ضد ايفرتون في جودسون بارك، بس انت النهارده في ماتش نيوكاسل مش ايفرتون، يعني نيوكاسل مش ايفرتون، نص ملعب نيوكاسل مش نص ملعب ايفرتون، يعني نص ملعب نيوكاسل مش نص ملعب ايفرتون. نص ملعب نيوكاسل عندك جويلينتون وبرونو جيمارش ومعاهم كمان مايلي، الثلاثي مميز جدا. انت النهارده مكتومناي وكوبي ماينو تاهوا في نص ملعب نيوكاسل، حرفيا تاهي في نص الملعب، انت مش عارف ولا تطلع بكوره ولا تقفل نص الملعب، لدرجه ان برونو فرنانديز خلاص اضطر لو يرجع بقى انا هدافع معاه، هعمل ايه؟ طب انت غلطت في الدفاع وغلطت في نص الملعب، الهجوم ليه مارسيال وليه راشفورد ناحيه اليمين؟ ما انت كنت عادي جدا بقى تبدا بهويلاند، تبدا براشفورد ناحيه الشمال، تبدا بانتوني ناحيه اليمين، تبدا بسفيان مرابط وجنب يا عمك تمناي في نص الملعب وقدامهم برونو فرنانديز، تلعب الدفاع بماجواير وفاران ودالو او بيساكا ولوك شو. لكن انت اللخبطه اللي عملتها خلت الفريق متلخبط، خلت ماجواير بيغطي ورا بيساكا ويغطي ورا لوك شو ويروح يغطي ورا دالو ويضغط مع لعيبه نص الملعب، كوبا ماينو تايه النهارده ولا عارف يستلم كوره تحت ضغط، ولا عارف يطلع بالكوره تحت ضغط، ولا عارف يضغط على خصم يستخلص منه الكوره. انا الشوط الاول قاعد بتفرج على الماتش، حرفيا مانشستر يونايتد مش عارف يطلع من نص ملعبه، مش عارف يقاوم الضغط العالي اللي بيقدمه نيوكاسل. نيوكاسل بيضغط عليه ضغط عالي شرس جدا جدا بكل خطوطه، لدرجه ان احنا كنا بنشوف فابيان شار وجمال لاسيلس الاثنين في نص ملعب يونايتد. الضغط العالي اللي كان بيعمله نيوكاسل كبير، وانت مش عارف تقاوم الضغط ده، ليه؟
لان انت ما عندكش اللاعبين اللي في الخط الخلفي تطلع لك بالكوره على الارض، ما عندكش اللعيبه اللي في نص الملعب تبدا في التحضير او تبدا تطور لك الهجمه، ما عندكش ولا مكتومنيه يعرف يعمل كده، ولا كوبو ماينو اللاعب لسه عنده 18 سنه يعرف يعمل كده، ما عندكش غير برونو فرنانديز. وبرونو فرنانديز الحمل عنده كبير، الحمل عنده زايد، انت عايزه يرجع لنص الملعب يستلم الكوره ويحضر لك اللعب، وفي نفس الوقت يطور من الهجمه ويبدا اللي هو يوزعها على لعيبه المهاجمين. فانت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ مش مباراه النهارده بس، مباراه فاتت في التشامبيونز ليج ومباراه في الدوري، ايريك تين هاج فعلا انا مش فاهمه. طب سيبك من يونايتد، انا هرجع له تاني، ولكن لازم 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 ندي ايدي هاو ونيوكاسل حقه. ايدي هاو عنده برضو غيابات بمناسبه، يعني بمناسبه والمفاجاه ان ايدي هاو عنده برضو غيابات. بوتمان مش موجود، تارجت مش موجود، تونالي مش موجود، ويلسون مش موجود جنبه على الدكه، ما عندوش دكه. بيلعب ليفرمنتو باك ليفت، وبيلعب بمايلي في نص الملعب، وايزاك بقاله كام ماتش مش كويس وبيلعب بيكمل بيه، وعنده الميرون وجوردن، يعني عنده برضو غيابات. ولكن هنا الفرق، هنا في سيستم وهنا في سيستم. هنا نيوكاسل عارفه بتعمل ايه. انا في السان جيمس بارك في ملعبي في وسط جمهوري، انا بلاعب اتخن التخين، بلاعب مانشستر سيتي، بلاعب باريس سان جيرمان، بلاعب اي حد، هنزل اضغط عليه ضغط عالي شرس مميت، والتحامات بدنيه قويه جدا، ونص ملعبي هيبقى قوي جدا جدا، مش هخليك تشم كوره. وده اللي عمله نيوكاسل. انت بتلعب في مباراه انت مش عارف، يعني لك ان تتخيل يا جدعان، انا مش قادر، يعني انا مش مستوعب اللي بقول الكلام ده. يونايتد ضد نيوكاسل بيجي له ركنيه في المباراه، اول ركنيه تجيله في الدقيقه 81 والماتش بيخلص، والماتش بيخلص. وبعد كده بقى ايريك تين هاج افتكر في اخر الماتش ان عنده جنبه على الدكه سفيان مرابط، يلا ننزل سفيان مرابط. طب ما سفيان مرابط معاك من اول الماتش، وافتكر ان جنبه على الدكه ريجيليو، يلا ننزل ريجيليو. طب ما انت معاك ريجيليو من اول الماتش، وعندك ليشو في الملعب، وجنبك على الدكه لاندريف وفاران، فانت ليه بتالف؟ انت ليه بتالف؟ انا مش فاهم، دي حاجه مش فاهمها. وهاري ماجواير بالمناسبه، زي ما بنفشخ ماجواير وبنيجي عليه وبنتريق وكل الكلام ده، لازم ندي ماجواير حقه. ماجواير النهارده افضل لاعب في مانشستر يونايتد، افضل لاعب في مانشستر يونايتد بلا منازع. الراجل ده النهارده عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير بجد، شال كذا كوره من جوردن، وشال كذا كوره من الميرون، وشال كوره من قدام المرمى، وكان بيحاول حتى في الحته الهجوميه، وكان بيحاول يعمل كل حاجه بجد، كان بيحاول يعمل كل شيء، يضغط ورا بيساكا ويغطي وراه، ويغطي ورا لوك شو، ويغطي ورا دالو، ويطلع كمان في نص الملعب مع مكتومناي ومايلي. هيعمل ايه تاني؟ ماجواير عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير. لو النهارده يدوا مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري هو ماجواير مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري. فانت بالتالي يونايتد مشاكله كتير. طب دلوقتي هتقول لي مشاكل يونايتد في مين؟ في الاداره؟ لا، انا مش شايف يونايتد في الاداره. اداره يونايتد عملت لإيريك تين هاج جابت له لبن العصفور. عايز فلان الفلاني اروح اجيبه لك، لو ب 100 مليون اروح اجيبه. عايز فلان الثاني اجيبه لك، كاسيميرو 30 سنه اروح ادفع فيه 70 مليون هاتهولي. ليساندرو مارتينيز اجيب لك، ونانا ماشي معاك. هويلاند اروح اجيب 80 مليون في هويلاند بطيخ. انت بتجيب بطيخ، يطلع احمر يطلع اقرع، فانت ما تعرفش. هويلاند شويه يشتغل يجيب جوان، شويه ما يشتغلش. انتوني 100 مليون اشتريت ترماي ما عملش اي شيء، وانا اشتريت ترماي برضو بيجي على لقطات وعلى فترات ما بيعملش شيء كبير يعني. اونانا، وانا مش شايف ان اونانا يصلح لحراسه مرمى مانشستر يونايتد، مش كويس. فقاعه، وبجد بقى اللي فقاعه وبالونه كبيره وضربت في وش كل جمهور يونايتد هو راشفورد. راشفورد بالونه كبيره وفرقعت خلاص. انا شايف ان الصحافه الانجليزيه هي اللي فرضت راشفورد على الكوره الانجليزيه. راشفورد من لعيبه عادي، لاعب شبه لعيبه كتير، شبه ديلي الي، شبه لاعبين كتير يعني اتفرضوا نجوميتهم على الساحه الانجليزيه، وهم مش عاديين، قشطه يعني. يونايتد اكيد هيبقى لنا كلام عليه يعني الاسبوع الجاي، عنده تشيلسي وعنده بايرن في الشامبيونز ليج، وفي ضغط ماتشات وفي دنيا يعني في 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 انا شايف مش يعني اتوقع
ان ايريك تين هاج مش هيكمل الموسم بالطريقه دي، خلاص بنسبه كبيره هيخرج من الشامبيونز ليج، ممكن يكسب بايرن ممكن ما يكسبش بايرن الله اعلم، بس انا مش شايف ان هو يقدر يكسب بايرن، ان هو يخرج من الشامبيونز ليج، هيبتعد عن المنافسه في الدوري الانجليزي، ممكن يبتعد عن مقاعد كمان مقعد مؤهل لاوروبا عامه بقى، اوروبا ليج او تشامبيونز ليج. فيونايتد بيعاني، ايه الحلول؟ لسه ما فيش حلول، الحلول عند ايريك تين هاج، يعني خف ان انت تقلل التأليف، العب السهل خلاص، انت دلوقتي دخلت في مرحله الشك، هل ايريك تين هاج كويس ولا مش كويس؟ طيب يا عم ايريك تين هاج دخلت في مرحله الشك، فلما تخش مرحله الشك العب البيزك، العب العادي، حط كل لاعب في مركزه وحط كل لاعب في مكانه واعمل العادي الطبيعي. النهارده بتلعب الدنيا كلها متلخبطه وعايز تلعب لو بلوك وتقفل الملعب والهجمه مرتده على نيوكاسل، فنيوكاسل ما شمماتكش كوره، ما خلتكش تطلع من نص ملعبك. والشوط الثاني برده ما كانش افضل شيء، ولبست جون في اول الشوط الثاني، فخلاص نيوكاسل عملت اللي هو عايزه، ماسك الكوره بيلعب على الكوره ولا عايزه، هو عايز يكسب الماتش 3 بوند 1-0 الحمد لله خلص على كده. عندهم في الشامبيونز ليج ميلان اصابه بوب ممكن تكون كبيره، هتاثر عليهم بشكل كبير لو كبيره، وعندهم ميلان وعنده كمان ضغط ماتشات في الدوري وبتاع، فنيوكاسل نفس غياباتك نفس دنيتك، راجل بيسعى وراجل عنده سيستم فعلا ماشي عليه عكس ايريك تين هاج، وبالتاكيد هنعمل حلقه خاصه عن مانشستر يونايتد نتكلم على كل المشاكل والحلول وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر تكرر شخص واحد ورايا انا في ماتش يونايتد ونيوكاسل، اللي رايك انت في كومنتس قول تقاعدك، هل ايريك تين هاج هيكمل نهايه الموسم وهيقعدوا له الموسم الجديد ولا ممكن يمشي في نص الموسم؟ الله رايك في الكومنتس، ولو حلقة بدأت تصل من اللايك، ولو مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفكوا الحلقة الجاية، سلام.